عام 1936 كان نعش جورج الخامس ملك بريطانيا العظمى وامبراطور الهند ينقل في جنازة رسمية تجب لندن. عم الحداد امبراطورية حدودها العالم. كانت اعوام الثلاثينيات حافلة بالاحداث التاريخية. انه تاريخ يتسارع نحو الهاوية. تاريخ سيطرت عليه الاحداث الاوروبية. ومع ظهور الدكتاتوريات كانت اوروبا تسير نحو الحرب. لقد بدأت غيوم العاصفة تتلبد بشكل واضح. في الإمبراطورية البريطانية بدأت تيارات تغيير التاريخ. بدأت الأفكار تنتشر بين جميع شعوب الإمبراطورية، حيث كانت الحقائق القديمة والافتراضات موضع شك بالنسبة للمحكومين وحكامهم على السواء. أخذت تكنولوجيا الاتصالات الجديدة تنشر رؤى أدت إلى تقويض الإمبراطورية. فرأت الرعايا من الشعوب مكانها الذي يليق بها في العالم الذي بدا لها على حاله. وأدى إيمان الإمبراطورية بواجب التعليم والتطوير إلى إضعاف الإمبراطورية كما يقول البعض. إذ ظهر زعماء من بين الشعوب التابعة يتمتعون بالقدرة على التحدث بلغة وثقافة البريطانية. بدأ بعض البريطانيين يدركون أن أيام سيادتهم باتت معدودة، فرأوا أنفسهم قوة أوروبية متوسطة الحجم لا ترقى إلى قمة الحضارة العالمية. إذا لم يكن الدكتاتوريون يحرضون على الجنون السياسي، إذن فإن صورة الثلاثينيات من القرن العشرين تمثل خطوط البطالة في الصناعات المغلقة الآخذة في التدهور. اهتم البريطانيون ببيوتهم وأعمالهم، وابتهجت الحكومة البريطانية سياسات اقتصادية محافظة مع ميزانيات متوازنة. كونهم يعيشون في بلد فقير، رأى البريطانيون أنفسهم مهددين في أوروبا. هزت الحرب العالمية الأولى إيمان الأمة بنفسها لأنها أصابت قلب الإيمان بالإمبراطورية. التاريخ ارتقت الامبراطوريات الى السيطرة ثم ما لبثت ان سقطت. هذا السقوط غالبا ما كان زوالا بفعل الغزو او الثورة، ولكن قصة سقوط الامبراطورية البريطانية امر مختلف، فهي لم تكن كارثة. سجل الامبراطورية البريطانية العسكري عبارة عن كتالوج لما هو اشبه بانتصارات مستمرة. حتى وان هزمت في المعركة فان الامبراطورية دائما كانت تخرج منتصرة. إن سقوط الإمبراطورية البريطانية يمثل تاريخا للانحطاط التدريجي وفشل إرادة ووسائل الحكم وفشل القوة والثروة، ويمثل أيضا إدراك الشعوب المحكومة لقوتها الذاتية. لقد كان الملك جورج قريبا جدا من إمبراطوريته. كانت آخر عبارة رسمية أعلنت للعالم هي كيف تسير الإمبراطورية. وقد شاهد جورج الخامس إمبراطوريته تنمو وتدخل القرن العشرين. مات الملك في عالم يمتلك النقل الجوي. كان أول ملك يتحدث إلى رعايا عبر المذياع، وأول ملك في عصر الصوت والسينما المدونة. قلة أدركوا أو تصوروا أنه خلال أقل من 10 أعوام ستنظر بريطانيا المنهكة إلى نهاية حكمها في الهند، وأن خليفته الملك جورج السادس سوف ينهي حكمه كمجرد ملك عادي. إذا كان هناك ما وحد الإمبراطورية بصورة رمزية فهو شخصية الملك الإمبراطور. لقد أضاف البريطانيون الصوفية الشرقية إلى العرش البريطاني، وخلقوا من الملك الإمبراطور شخصية شبه أسطورية. واستنادا إلى الرواية القديمة عن أثواب الإمبراطور الجديدة، تبقى قوة الوحدة ما دام الشعب مؤمنا. آمن جورج الخامس بالإمبراطورية وعاش حياة من الإخلاص الجاد والتضحية بالنفس. كان الملك إدوارد الثامن يستعد ليصبح الملك الإمبراطور، حيث هيئ نفسيا وبشكل مقصود. لذا استطاع الاتصال في عصر أفلام السينما الإخبارية، كما أنه تدرب على الخطابة على يد وينستون تشرشل. كان إدوارد يتمتع بشعبية كبيرة
في جميع أنحاء الإمبراطورية، وأظهر شعورا حقيقيا نحو الفرد العادي. أرسل الأمير إلى كل مكان، وربما شاهد وعرف أكثر عن العالم الحقيقي وعن إمبراطوريته من أي ملك سبقه. اشتهر بأنه تنازل عن كل شيء من أجل الحب، حيث تخلى عن واجبه نحو 400 مليون إنسان من أجل امرأة. أظهرت وسائل الإعلام العالمية ملكا إمبراطورا ورجلا عاديا ذا طموحات ورغبات عادية. خلف إدوارد أخوه الأصغر جورج السادس الذي مع ملكته إليزابيث، أظهر في السلام والحرب معا تفانيا كبيرا نحو الإمبراطورية، إلا أن الضرر وقع. لقد اهتز غموض الملك الإمبراطور، وكان ذلك خطوة أخرى باتجاه سقوط الإمبراطورية. عندما جرى تتويج جورج السادس وسار جنود الإمبراطورية في لندن مرة أخرى، بدت الإمبراطورية في أبهى صور القوة. وبالنسبة للمطلعين على واقع الحال، فإن القوة المادية التي تم عرضها لم تكن في الواقع كما بدت على الإطلاق. احتل الأسطول الملكي البريطاني موقعا عظيما في عيون المواطنين العاديين واستراتيجية زعماء الإمبراطورية، واستحوذت صور السفن الحربية العملاقة على أفلام السينما الإخبارية البريطانية، حيث أظهرت الأسطول الحربي على أنه تجسيد للأمة. كانت العديد من الأقاليم الإمبراطورية كمالطا وجبل طارق ومصر مهمة بسبب الحاجة إلى نشر شبكة فولاذية من القوة البحرية حول العالم. وعبر السنوات التي عانى فيها الاقتصاد، كانت بريطانيا تكرس جزءا كبيرا من ثروتها الوطنية للحفاظ على قوة تلك الشبكة الفولاذية. تاريخيا حاولت بريطانيا امتلاك أسطول أكبر حجما، وهو ما يسمى ب2+1. كانت الحقيقة المحبطة لسنوات الحرب أنه تحت ستار وقف التسلح تخلت بريطانيا بهدوء عن 2+1، وأثقل عبء الأسطول الضخم والقواعد البحرية ومواضع بناء السفن كاهل بريطانيا التي كانت أكثر فقرا وضعفا. لم تكن الإمبراطورية البريطانية سياسية وعسكرية، إنما تجارية واقتصادية. كانت تلك أوقات البطالة العامة وما نتج عنها من اضطرابات اجتماعية. في الثلاثينيات أصبح الإنسان العادي في العالم الصناعي يعي لأول مرة معنى الحياة فيما نسميه اليوم الاقتصاد العالمي. لم تكن أي دولة تتمتع بالحصانة من فوضى الاقتصاد العالمي. تعرضت بريطانيا لمنافسة أكبر من أمريكا واليابان، فالإمبراطورية كانت دائما سوقا كبيرة لمنتجات المصانع البريطانية. وفي الثلاثينيات حاولت الإمبراطورية عزل نفسها عن المناخ البارد لاقتصاد العالم بإقامة سوق مغلقة تمكن بريطانيا لوحدها من شراء المواد الخام والمنتجات من المستعمرات التي تقوم بدورها بشراء البضائع البريطانية. وبالنسبة للجمهور، كان النداء الذي وجهه كابتن فريق الكريكت الأسترالي بينما كان يحاضر في جماهير تشاهد أفلام السينما الإخبارية عن اقتصاد تجارة الإمبراطورية بسيطا وساذجا. أود التحدث إليكم كصديق لبريطانيا، فكلنا ننتمي للعائلة البريطانية الكبيرة. ولسنوات كثيرة فاتت كانت أستراليا الثانية بعد الهند من حيث التبادل التجاري، لذلك فإننا نحثكم على دعمنا وإعطائنا القوة من خلال شرائكم لمنتجاتنا المتميزة كالزبدة والبيض والمنتجات الأخرى. هذه المنتجات التي توفرها أستراليا لكم الآن بأفضل الأسعار. ليس ذلك فقط، بل إن الأموال التي تدفعونها لقاء بضائعنا نشتري بها بضائع بريطانية، مما يوفر لكلنا فرصا ضد البطالة. دأبت الإمبراطورية البريطانية على تعليم الإداري والجندي الإمبراطوري، الاشتراك في الرياضات الجماعية، وهي الألعاب التي تؤكد فضائل كعدم خذلان الفريق والتضحية من أجل الجميع واللعب النظيف واحترام الخصم والتواضع عند الفوز. كل هذه كانت تعتبر صفات ضرورية يجب أن تتوفر في الحاكم الإمبراطوري. لقد تربت أجيال من الشباب
لكي ترى الإمبراطورية البريطانية كلعبة كبيرة. جزء كبير من حياة الإمبراطورية كان روتيناً مملاً، ويعود الفضل إلى البريطانيين في انتشار كثير من الألعاب الشائعة في العالم اليوم. كانت الرياضة أحد الروابط التي وحدت الإمبراطورية، وخصوصاً الرياضة التي ربطت الدول المستقلة البيضاء بتلك الدول التي هي بمثابة أبناء الإمبراطورية الشباب. وعندما تطرح هذه المثاليات الرياضية جانباً، تصبح الرياضة عاملاً مفرقاً تماماً كما هي عامل واحد. عام 34 قام فريق الكريكت الإنجليزي بجولة في أستراليا. المباريات التي جمعت إنجلترا مع أستراليا هي من أقدم الأحداث الرياضية في العالم، والكريكت هي اللعبة الإمبراطورية، وهي عصية على جميع الأمم خارج أسرة الإمبراطورية البريطانية. تبنت الطبقات الحاكمة البريطانية رياضة قاسية، واعتبرت الكريكت رياضة الأخلاق العالية والشعور الرقيق والأمانة واحترام القوانين نصا وروحا، ولعبة تمارس في جو ودي. أستراليا لها أفضل فرق الكريكت في العالم، وكان لها آنذاك فريق يضم لاعبين يتمتعون بالمهارة. ابتكر الفريق الإنجليزي استراتيجية وتكتيكا بالامتثال إلى نص القانون، ولكن ذلك حطم روح اللعبة. كان اللاعبون الإنجليز يصوبون الكرة الصلبة إلى جسم اللاعب الخصم، وهي تكتيكات أصبحت تعرف بخط الاحتكاك الجسدي. وغادر عدد من اللاعبين الأستراليين تباعاً أرض الملعب وهم يعانون من الإصابة، وهكذا تغلبت إنجلترا على أستراليا. وعلى مر تاريخ الرياضة العالمية، تدخلت السياسة في مسابقات بين الشعوب أدت بدورها إلى استياء في الميدان. وفي حالة نادرة سارت الرياضة في الاتجاه المعاكس، فالأمم حساسة جدا لكي تسمح للرياضة بأن تلقي بظلالها على مصالحها الحقيقية. وهذا بالضبط ما حدث عام 34. أثيرت تساؤلات حول سلوك الفريق الإنجليزي في البرلمان الأسترالي. لقد شعرت الدولة الإبنة، الدولة المستقلة، بأنها تعرضت للخيانة. لقد خلطت الدولة الأم بين قوانين اللعب، ورأى كثير من المؤرخين قضية الاحتكاك الجسدي نقطة مهمة في تاريخ علاقات أستراليا مع فكرة الإمبراطورية. ولا يعقل أن نظن أن الإمبراطورية الفرنسية وقعت في أزمة بسبب الرياضة. كان من بين أكثر من 400 مليون من رعايا جورج السادس أكثر من 250 مليونا من الهنود. ساد اعتقاد مرعب أثناء سنوات الحرب بأن أيام الراج البريطاني في الهند، وهي درة تاج الإمبراطورية البريطانية، باتت معدودة. استخدم البريطانيون في الهند أسلوب الملك الشرقي لخلق نفس الهالة من الغموض التي تكتنف نظام حكمهم. وقد كثرت عروض الفيلة ورتب الجنود والقصور الفخمة والاحتفالات الواسعة. وفي عصر السينما، أو ما سمي بأعوام الحرب الحديثة، بدأت صورة نائب الملك، وهو الحاكم العام للهند والذي يجلس فوق عرش ذهبي، تبدو أشبه بموظف مدني بريطاني من العصور الوسطى يجلس مرتبكا على كرسي ذهبي ملون. في العشرينيات من القرن العشرين، زاد الشعور بعدم الارتياح والوهم في الهند تجاه الحكم البريطاني. وانتظر الهنود الذين قاتلوا بولاء في الحرب العالمية الأولى في ميادين فرنسا والصحراء العربية الحصول على مكافأة. وذهب أصحاب الرأي المعتدل في الهند إلى المطالبة بوضع الدول المستقلة لمساواة الهند مع أستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا.
خسرت بريطانيا مستعمرات من قبل، خسرت إمبراطورية بأكملها في أمريكا الشمالية، وبدلت الأراضي الإفريقية الكبيرة على طاولات المؤتمرات الأوروبية، وسمحت لمستعمرات كأستراليا بالحصول على الاستقلال الفعلي، بينما تظاهرت بوجود علاقات أخرى. كان الحال بالنسبة للهند مختلفا، فهي تعتبر النصف الثاني لبريطانيا، وكان عمر جزء كبير من الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا أقل من 50 عاما، فالأمر إذن مختلف بالنسبة للهند. ولفترة بعيدة عن الذاكرة الحية سافر البريطانيون من جميع المستويات الاجتماعية إلى الهند، وخدم الأرستقراطيون من أنبل الأسر البريطانية كنواب للملك، وأمضى الجنود من جميع الرتب سنوات في الهند، وانضم أبناء الطبقة الوسطى إلى الخدمة المدنية الهندية. سافرت الفتيات غير المتزوجات إلى الهند بحثاً عن أزواج، وكان لكثير من الأسر البريطانية مثل هذا الارتباط التقليدي مع الهند، حيث أمكن تسميتهم الإنجليز الهند. بدأ نشوء الإمبراطورية من بين المجموعات العرقية المتعددة في المجتمع الهندي. وبعيداً عن جدل الإمبراطورية، كانت الهند مكاناً مربحاً واستثماراً جيداً للصناعة البريطانية، حيث كان فيها مصانع إنتاجية وأيد عاملة رخيصة وسوق هائلة تحت الأزمة. كانت خريطة الهند مخيرة تضم أقاليم مختلفة وليس إقليما واحدا، ومن بين الأراضي الواقعة تحت حكم البريطانيين مباشرة أكثر من 500 ولاية أميرية، بعضها ولايات صغيرة جدا تخضع لحكم ملوك هنود تقليديين يقرون بالحكم البريطاني عموما. ومقابل كونهم حكاما دمى، تقلد هؤلاء الأمراء السلطة المحلية وحافظوا على ثروتهم الكبيرة، وتم قبولهم كإنجليز فخريين. بعض أمراء الهند كانوا يتحركون في المجتمع اللندني كما لو أنهم في الهند. وقع أكثر من 40% من الأراضي الهندية وأكثر من ربع سكانها تحت سيطرة الولايات الأميرية. ومرة أخرى، فإن الحديث عن الشعب الهندي يسقط حقائق تاريخية. كانت الهند وطنا لشعوب عديدة، وأي خريطة تعكس المجتمع الهندي على أساس الجنس والدين ستسبب قلقا. كان أعظم وأهم انقسام بين الهندوس والمسلمين الهنود، ومعظم المسلمين تركزوا في شمال غرب الهند أو في البنغال، ولكن في كل مكان تقريبا كان هناك انقسام وكراهية متبادلة وعدم ثقة قد تؤدي إلى اندلاع العنف في أي لحظة. ويمثل الانقسام بين الهندوس والمسلمين أبرز صدع في جسم المجتمع الهندي. اعترف جنود خدموا في كتيبة الكوركا وهم من جبال الهملايا بأنهم استمتعوا بقتل سكان المناطق المنخفضة. وقال تقرير رسمي للجيش البريطاني إن السيخ في قرارة أنفسهم لا يفضلون شيئا أكثر من ضرب المسلمين. واستغل البريطانيون هذه الانقسامات ليحكموا ويسودوا، ولكن مقابل كل جندي أو شرطي بريطاني مستهتر نشر كراهية الهنود لبعضهم ليتخذها سلاحا، كان هناك بريطاني آخر رأى أن انقسامات الهند تقع ضمن سياق شعار عبء الرجل الأبيض. لقد آمن البريطانيون بواجبهم، وهو إعداد ما سمي بالشعوب البدائية، وقدمت انقسامات الهند على أنها دليل على عدم مقدرة هذه الشعوب على حكم نفسها. بالنسبة للإداريين، كانت الإمبراطورية البريطانية بمثابة المعلم القاسي الذي يؤدب الأطفال المشاكسين ويخضعهم للنظام، أو أن الإمبراطورية وجدت هناك لتراقب اللعب النظيف للجميع. بين الحربين العالميتين كانت الهند غير مستقرة بشكل متزايد وعلى نحو منتظم. ظهرت في الأخبار الهندية روايات عنف وإخلال بالنظام، وبالذات عن هنود يقتلون هنودا في مدن وقرى الإمبراطورية، حيث يمكن أن يتطور جدل في الشارع بين تلاميذ المدارس من الهندوس والمسلمين خلال دقائق إلى أعمال وحشية تستمر أياما. إذا نظرنا إلى أكثر من نصف قرن إلى الوراء، إلى زمن كان فيه الشك في إخلاص رجال السياسة والزعماء الوطنيين عرفا،
وعندما كان الدجل والنفاق والأجندات الخفية أمراً مفترضاً، من السهل جداً أن نرى أن مشاعر هؤلاء الذين يتحدثون عن عبء هي نفس النمط التلفيقي وابتعاد. إذا قدر لشخصية بارزة أن تسيطر على تاريخ الهند برمته، فإنها شخصية غاندي المهاتما. غاندي صورة مألوفة، هندي صغير يرتدي قماشا حول الخصر وصندلا، ويعبر عن المرشد الروحي الهندي. رغم مظهره إلا أنه بكل التفاصيل الدقيقة نشأ على يد الإمبراطورية البريطانية. تحت هندامه يكمن محام تلقى تعليمه في لندن، رجل كان شعره المفضل شعر روديارد كيبلينج، وهو الشخص الذي ابتكر عبارة عبء الرجل الأبيض. كان غاندي يستمتع بالترانيم الإنجليزية، وأبدى إعجابه بشكل علني بقيم الحرية الفردية الإنجليزية. وتظهر أوصاف غاندي شخصية معقدة وغامضة كما يبدو للبريطانيين. بعضهم قال إنه كان لطيفا وطيبا وبريئا وبسيطا، وقال عنه آخرون إنه كان خبيثا ومخادعا ومراوغا ومنافقا. وكالكثير من الزعماء الروحيين الذين ظهروا في الهند، استطاع غاندي أن يخفي طبيعة عنيفة وحذرة تحت حقائق بديهية ضعيفة ودقيقة غامضة كما يقول عنه البعض. بدا غاندي لآخرين انتهازيا يتمتع بعين حديثة للنظر في المغزى والعمل الدعائي، فكان دائما يدخل في إضراب عن الطعام مما يخلق التوتر، ولم يدن من الموت أبدا. قادته أفكاره إلى الدخول في متاهات كما قال البعض، فثيابه التي ارتداها كان جزءا من الاحتجاج الذي تمثل في عدم العنف والتحدي البسيط. ونظر معظم الوطنيين الهنود إلى الماضي، إلى العصر الذهبي للهند، ولكن غاندي كان على النقيض ينظر إلى المستقبل. كل المستعمرين تحدثوا عن الأبطال الوطنيين بشكل غير لائق. غاندي المحامي اللندني عبر عن الرغبة في استقلال الهند كصراع من أجل الحقوق الأساسية للإنسان كحرية الفرد في اختيار حكومته. وبالنسبة للشعب الذي سيعيش بعد أكثر من نصف قرن، يصعب إدراك أن هذه الأفكار كانت مجرد جدل لم يواجهه البريطانيون من قبل. حسب التقليد جاءت معارضة الحكم البريطاني من الملوك وزعماء القبائل الذين أرادوا فرض حكمهم وعدم إعطاء رعاياهم حق التصويت. كانت تلك مبادئ وجدت بريطانيا من الصعب أن تجادل فيها. غاندي الهندي أنشأ منظمة فكرية اسمها ساتا جافرا، وهو مصطلح يعني قوة الحب. اعتقد غاندي أن نظام الإمبراطورية تمجيد للعنف، واعتقد أن الحكم الإمبراطوري لا يهزم بغير العنف، ولكن على يد قوى معارضة وعن طريق اللاعنف وإيقاع المعاناة الذاتية. كان الهدف كرامة وضمير بريطانيا. ومرة أخرى احتار البريطانيون أمام هذه الأفكار الجديدة التي طبقت بالعصيان المدني والرفض الجماعي ومخالفة القوانين الصغيرة كالقانون الذي ينظم بيع الملح ومن خلال الإضراب عن الطعام والاحتجاجات، بحيث لا يرد المتظاهرون على العنف أو يستسلمون عندما يستخدم رجال الشرطة العنف، وبإزالة المتاريس من الشوارع وبواسطة المحاكمات. ظهر أن الزعماء كغاندي آثروا دخول السجن. أمضى غاندي سنوات في السجن بتهمة التحريض على العصيان المدني، ولكن حصل على محاكمات عامة مفتوحة حسب التقاليد البريطانية. قيل إن غاندي كان محظوظا بالوقوف في معارضة الإمبراطورية البريطانية، وهي التي تفخر باحترامها لحقوق الإنسان، فلو حصل ذلك في إمبراطورية أوروبية أخرى لكان حصل على عقوبة الإعدام. كان غاندي يمثل وجه عامة الشعب في حركة الاستقلال الهندية، ولكن رسم رسامو الكاريكاتير صورا ساخرة أحيانا. أكدت فكرة عبء الرجل الأبيض واجب إعداد الشعب، وكان زعماء حزب المؤتمر قد تخرجوا من مدارس تأسست على نهج المدرسة العامة الإنجليزية، ودرسوا في نفس الجامعات التي أنشأت الطبقة الحاكمة البريطانية.
تعلم أبناء المهنيين ورجال الأعمال الهنود عن قصد الفكر الغربي والفلسفة الغربية، فقد تشربوا أفكار الغرب في الحرية وحقوق الفرد. وأولئك الرجال كان تفكيرهم يشبه تفكير البريطانيين، لم يروا سببا في عدم مساواتهم بالمستعمرين. الزعيم الحقيقي لحركة المؤتمر الهندي هو جواهر لال نهرو، وهو محام تلقى تعليمه في هارو، وهي نفس المدرسة العامة التي تعلم فيها وينستون تشرشل، ومنها انتقل إلى جامعة أكسفورد، وهي جامعة لم يكن تشرشل يحلم بأن يدرس فيها. كان محمد علي جناح الذي تحدث باسم المسلمين الهنود محاميا آخر تلقى تعليمه في بريطانيا. كان يرتدي زي الرجل الإنجليزي، وعاش كثيرا من سنوات حياته في لندن. هؤلاء الرجال لم يرتدوا ملابس حول الخصر، ولم ينطقوا بالألغاز، تحدثوا الإنجليزية الواضحة، ومنطقهم كان مبنيا على مبادئ لم يكن بإمكان الإنجليز معارضتها. بالرغم من أنه كانت هناك أمور غير عادية في حملة غاندي للاستقلال، رأت الجماهير الهندية العامة وكثير منهم من القرويين شخصا يستطيع إحباط وإرباك البريطانيين. هؤلاء غالبا أخفقوا في فهم أفكار الديمقراطية الدستورية، وغالبا ما لجأوا إلى العنف. في العشرينيات من القرن العشرين سجن غاندي، وفي الثلاثينيات دعي إلى المشاركة في حوارات مع نائب الملك، وبعدها سافر إلى إنجلترا للاجتماع بالحكومة البريطانية والملك الإمبراطور. أثناء تلك الزيارة سحر الشعب البريطاني بدهائه وروحه المرحة، عندما سئل عن عدم لياقته بمقابلة الملك جورج وهو يرتدي ثيابا خفيفة، أجاب غاندي: إن الأمر على ما يرام، فالملك يرتدي ملابس تكفيه وتكفيني. أحبط انفتاحه وطيبته الواضحة أي محاولة لتصويره على أنه عدو، أو لتشويه مطالبه على أنها متطرفة. زار مطاحن القطن في لانكشاير التي أصيبت بالضرر بسبب حملته لتشجيع الملابس المصنعة في بلاده، إلا أنه قُبل بالهتافات من نفس الشعب الذي يهدد حياته. لقد كان هناك انقسام في الرأي في بريطانيا، أحس معظم رجال السياسة البريطانيين بسير الأحداث وانجرفوا ببطء مع التيار. البعض صمموا على السباحة عكس التيار. وينستون تشرشل رجل لم يأتي زمنه بعد، معارضا ومقاوما بعناد لأي نوع من المساومة مع حركة المؤتمر الهندية، وربما عرف بأن التنازل عن مليمتر واحد يعني التنازل عن كل شيء. جاءت النصيحة إلى تشرشل من نائب ملك سابق للتفاوض مع الهنود والاطلاع على حقيقة السياسة الهندية، وجاء الرد قويا من جانب تشرشل. قال: إنني على ثقة من آرائي نحو الهند، ولا أريد أن يشوهها أي هندي لعيني. كان تشرشل يدعو غاندي بالناسك الهندي. طلب الوطنيون الهنود بالحرية، وهو مطلب تجاهل الانقسامات العرقية والدينية بين السكان والتي لا تحصى، كما أخفى مطالب الكثير من الولايات الأميرية بتحقيق استقلالها الذاتي. رأى البريطانيون المعتدلون المستقبل على أنه تطور تدريجي بطيء لنظام من المفاوضات والشيكات والأرصدة والضمانات لحقوق الأقليات. في عام 1935 قدمت التنازلات ومنحت الهند نوعا بسيطا من الإدارة الذاتية، مع تعهد ضمني غامض جدا بأن وضع الدولة المستقلة سوف يتحقق يوما ما. تنبأ رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين، وهو رجل قادر ويتمتع بسجل سيء، وهو أيضا الذي وعد بتحقيق السلام في زمنه، تنبأ بأن الهند قد تحقق دولتها عام 1980. لم يشاهد معظم الملايين من سكان الهند في حياتهم رجلا انجليزيا. كانت الإمبراطورية الهندية تحفظ في عقول السكان الهنود، وإذا تحطم وهم السيطرة البريطانية وإذا توقف الهندي عن الإيمان ضاعت الإمبراطورية الهندية.
كان المد التاريخي يسير ضد بريطانيا، وشهدت تلك الأسر البريطانية التي خدمت الإمبراطورية في الهند على مدى أجيال الاعتراضات على الجدران، قلة هم الشباب الذين تقدموا للانخراط في الخدمة المدنية الهندية، لم تعد مهنة لها مستقبل واعد. ملايين عديدة كانت تخضع لحكم أعداد قليلة جدا من الجنود والموظفين الإداريين الإنجليز. عام 1930 لم يكن سوى أقل من 500 موظف بريطاني أبيض في الخدمة العامة الهندية، وفي عام 39 كانت الإمبراطورية قد خسرت الهند. علم الهنود بذلك، وكذلك علم به الإنجليز، ووصف الحكم البريطاني في الهند في ذلك الزمن برجل يقود فيلا هاربا، فهو يريد النزول عنه ولكنه لا يستطيع. كانت الهند أكبر الأقاليم البريطانية وأقدمها، كانت إقليما ممزقا بين السعي للاستقلال وأحقاد وانقسامات داخلية، وهذا تاريخ تقاسمته مع أحد أصغر الأقاليم. فلسطين، الأرض المقدسة، كلفت عصبة الأمم بريطانيا بالوصاية عليها بعد الحرب العالمية الأولى. بالنسبة للإمبراطورية البريطانية بدا ذلك على أنه تحقيق لقدر معين. في فلسطين غرقت الإمبراطورية العثمانية بفعل تيار جارف من التاريخ يؤكد عروبة أرض فلسطين، ويذكر بتحطيم الإمبراطورية الرومانية للدولة العبرية. الإمبراطورية الرومانية نفسها أطلقت العنان للتغيير. في عام 1917 وعدت بريطانيا بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي، وكانت خطوة لاجتذاب الدعم الأمريكي للمجهود الحربي البريطاني. آنذاك كان الشعب العربي يلتهب بروح جديدة من الوطنية. البريطانيون حاولوا استثمار ثورة العرب على الأتراك لمصلحتهم الشخصية. بعد الحرب العالمية الأولى شجعت الحركة الصهيونية العالمية أعدادا متزايدة من اليهود على الهجرة إلى فلسطين. كان اليهود يتمتعون بالثروة ويستطيعون شراء الأرض التي كانت زهيدة الثمن آنذاك. شردوا عرب فلسطين والذين دافعوا عن فكرة إقامة دولة يهودية بكل ما أوتوا من قوة، وزاد التوتر في فلسطين بسبب تشجيع السلطات البريطانية للهجرة اليهودية. في أوائل الثلاثينيات بدا أن الاستقرار سيحل. معظم اليهود الذين أرادوا الهجرة إلى فلسطين تم لهم ذلك، وتحت الحكم البريطاني أخذت صحة وثروة العرب تتدهور. عام 1933 انضمت خيوط التاريخ. أدى وصول هتلر والنازيين إلى السلطة إلى تدفق أعداد جديدة من اللاجئين، وخلال بضعة أعوام زاد عدد اليهود في فلسطين من 20% إلى 50%، وأصبح اليهود أغلبية. عام 36 هب العرب وأشعلوا الثورة، ويظهر فيلم إخباري سينمائي صور في تلك الأعوام الأرض المقدسة ساحة للاضطراب المستمر والمظاهرات السياسية وأعمال العنف اليهودية. إنها مشاهد تترجم لغة أكثر من نصف قرن بعد ذلك. قام الجنود البريطانيون بعمليات تفتيش عشوائية، وكانت هناك معسكرات اعتقال. خطف الجنود والمسؤولون البريطانيون واحتجزوا كرهائن وهجمت الحافلات. لقد بذل المجاهدون العرب كل ما استطاعوا في سبيل عدم اغتصاب أرضهم. وقعت عمليات تفجير، وهاجم جموع الشباب يهودا وعربا الجنود البريطانيين بالحجارة، وتم إبعاد الزعماء. لم يتوانى الجيش البريطاني عن هدم قرى بأكملها لأن فيها ثائرا أو مناضلا كرد انتقامي. وفي مقدمة هذه العاصفة من الكراهية حاول البريطانيون ممارسة دورهم التقليدي كمحكم للعب النظيف كما يعتقدون. وقدمت إلى فلسطين فرق عمل أجنبية في مهمات للتوصل إلى حل. عام 1937 قدم البريطانيون عرضا بالتقسيم، يمنحون بموجبه كلا الطرفين أرضا خاصة، وتصحبه إجراءات للحد من الهجرة اليهودية.
قوبلت تلك الاقتراحات بالرفض والغضب الشديدين. أثارت إيطاليا وألمانيا النازية الاضطرابات، وشهدت الأعوام الأخيرة من الثلاثينيات إجراءات صارمة من جانب بريطانيا لتهدئة الأوضاع في فلسطين. فبينما كانت الحرب العالمية تضع أوزارها، همت الإمبراطورية لفرض تسوية، إذ إن الحرب القادمة ستغير جميع الخطط وترسم مسارا جديدا في جميع أرجاء الإمبراطورية البريطانية. كان من بين الاتجاهات العديدة والتيارات التاريخية التي تآمرت لجعل الإمبراطورية شيئا من الذاكرة القوى المنافسة. في الشرق الأقصى كانت الإمبراطورية اليابانية تنظر إلى بريطانيا بعين الحسد. كان للإمبراطورية البريطانية في الشرق الأقصى شخصيتها الخاصة. كانت بريطانيا واحدة من بين عدة قوى عظمى أوروبية هيمنت على الصين عن طريق السيطرة على الموانئ والمدن التجارية والساحل الصيني. كانت مدن كشنغهاي وهونغ كونغ مزدهرة وشبه أوروبية. اعتبرت اليابان الصين ضمن حظيرتها ورغبت في استبدال جميع الأوروبيين. وسيطرت الإمبراطورية البريطانية مباشرة على جزر ملاوي وبورنيو، وكلاهما غنية بالمصادر الطبيعية وخصوصا اليابان تفتقر إلى مثل تلك المصادر. في أستراليا ونيوزيلندا كانت الشعوب الأوروبية تتوسع في الأراضي الشاسعة التي كانت خالية تقريبا. بالنسبة لليابان التي كانت جزيرة مزدحمة بدا ذلك ظالما. أعلن رجال السياسة اليابانيون إيمانهم بأن لليابانيين الحق في الاستيطان في حافة المحيط الهادئ. قوضت المنافسة الاقتصادية اليابانية الصناعة البريطانية. استبدلت المنتجات القطنية المنتجة في لانكشاير ببضائع تم استيرادها من اليابان. ومارست أمريكا كذلك ضغوطا إضافية على الإمبراطورية. في القرن التاسع عشر قامت الإمبراطورية الفكتورية وهي في أوجها بمد السكك الحديدية التي غطت العالم. في القرن العشرين كان هناك مقياس لسقوط الإمبراطورية البريطانية، وهو أن السيارات والشاحنات والجرارات التي كانت رموزا جديدة للتقدم كانت تصنع في أمريكا. يجب ألا نقول بأن الإمبراطورية البريطانية كانت راضية. وفي جميع أنحاء الإمبراطورية تم الاستمرار في المشاريع الكبيرة. حاولت الحكومة الإمبراطورية أن ترى الإمبراطورية وحدة اقتصادية. تم بناء سد أسوان على النيل للري وتوليد الطاقة الكهربائية، مما جلب الفائدة للجميع، مزارع القطن المصري وعامل الغزل في لانكشاير. قضية الدكتاتوريات الأوروبية في الثلاثينيات كانت قصة أخرى. سجل هتلر على الملأ إعجابه ببريطانيا، ورأى الإمبراطورية إثباتاً لنظرياته العنصرية. عندما اندلعت الحرب أعلن أن هدفه ليس تدمير الإمبراطورية البريطانية. رأى ألمانيا تسيطر على أوروبا وروسيا، أما بريطانيا فتسيطر على بقية العالم. وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية وقفت الإمبراطورية تلقائياً خلف بريطانيا، وثانية تم استدعاء جيوش الإمبراطورية إلى ساحة القتال. أشهر برقية تم تلقيها في لندن كانت امضي بريطانيا باربيدوس تقف وراءك. أدركت الأسرة البريطانية أنه لا مستقبل لأسلوب حياتها إذا خسرت بريطانيا الحرب. ربما لم يظهر هتلر نية سيئة للإمبراطورية، إلا أن هذا لم يكن حال حليفي ألمانيا. اشتهت إيطاليا الأقاليم البريطانية في إفريقيا، وسعت اليابان إلى تفكيك الحكم البريطاني في الشرق الأقصى. وبينما كانت السفن الأمريكية تحترق في ميناء بيرل، شن اليابانيون موجة من الغزوات، فاحتلوا ملاوي وغينيا الجديدة وبورنيو وهونغ كونغ، كما أغاروا على شمال أستراليا. إذا كان هناك حدث فريد في الحرب وجه ضربة مباشرة إلى الإمبراطورية البريطانية، فهو احتلال اليابان لسنغافورة عام 42. بين الحربين تم جمع المبالغ التي خصصت لبناء قاعدة بحرية متقدمة من قبل الإمبراطورية البريطانية الفقيرة. كانت النتيجة قلعة بحرية كدليل رمزي
على القوة والأمن الوطنيين. ورأت أستراليا ونيوزيلندا الأسطول البريطانية في سنغافورة ضمانة لحمايتهما. كانت سنغافورة مدينة عريقة في الإمبراطورية ومركزا تجاريا، ومكانا يستطيع الأوروبيون أن يعيشوا فيه حياة هانئة في الوقت الذي يجمعون فيه الثروة. في يناير عام 42 وقفت القلعة الجبارة فارغة حيث تم هجرها بهدوء. كانت السفن التي يفترض أن تكون راسية في الميناء متورطة في حرب في البحر الأبيض المتوسط للدفاع عن مصر، وكانت الطائرات المقاتلة تسقط القذائف على جنوب إنجلترا. لم تكن هناك أسلحة في أي مكان. في شهر يناير عام 42 زحفت الجيوش اليابانية جنوبا نحو جزيرة ملاوي في طريقها إلى سنغافورة، وتم إغراق سفينتين حربيتين بواسطة الطائرات اليابانية. ودائما تصورت الخطة البريطانية الكبرى هجوما بحريا على سنغافورة من قبل قوة أوروبية أخرى، وليس هجوما بريا من قبل جيش آسيوي. كانت فوهات المدافع الثقيلة تتجه نحو البحر. في 15 من فبراير ضرب اليابانيون حصارا على سنغافورة، مما أرغم قوات الإمبراطورية البريطانية على الاستسلام. سار حوالي 150 ألفا نحو الأسر. تم تدمير 200 عام من التاريخ الإمبراطوري. لم ينظر الآسيويون إلى البريطانيين أبدا بنفس الطريقة. لقد أخفق الأسطول البريطاني، وتم التغلب على الجيش البريطاني في الميدان، وخاف الجنود البيض واستسلموا لجيش آسيوي. وصل اليابانيون تقدمهم لغزو بورما وهم يقاتلون بمحاذاة الحدود الهندية، وجلب اليابانيون رسالة التحرير إلى أهالي الإمبراطورية البريطانية. فكثير من الجنود الهنود الذين تم أسرهم على يد اليابان وقفوا إلى جانب اليابان للقتال تحت اسم الجيش الهندي الوطني من أجل استقلال الهند. مع وصول اليابانيين إلى تخوم الهند، جدد غاندي مطالبته للإنجليز بالجلاء عن بلاده، وبهذا ولد موجة من العنف والاضطرابات في البلاد. قامت بريطانيا باستغلال هذه الخطوة لتشديد قبضتها على البلاد بأكملها. لو أننا تخيلنا بأن اليابان حررت الهند من البريطانيين، فعندها لن تكون هناك محاكمات عادلة لأي برلماني هندي يقف في وجه الحكومة اليابانية. حدث ذلك في الكثير من المستعمرات الأوروبية التي احتلتها اليابان والتي كان نظام الحكم فيها ضعيفا. رأى البريطانيون خطأ رعايا الإمبراطورية كأطفال بحاجة إلى توجيه، ورأى الياباني الإمبراطوري تلك الشعوب بأنها دون البشر أو فوق الحيوانات بقليل. أرسلت الحكومة البريطانية رئيس وزرائها ستافورد كريبس إلى الهند للتفاوض من أجل تحقيق تسوية. كريبس الاشتراكي والمتعاطف مع مجلس الشيوخ الهندي قابل نهرو وجناح وغاندي وكل الشخصيات الوطنية الأخرى. قدم كريبس للهنود ما طلبوا به بعد الحرب العالمية الأولى، وهو مساواة الهند بأستراليا وكندا التابعتين لبريطانيا، شريطة توقف المظاهرات وإعادة الهدوء، وقيام مجلس الشيوخ الهندي بدعم المجهود الحربي البريطاني. ولكن تم رفض ذلك، وعندها وجد غاندي نفسه في سجن بريطاني لآخر مرة. لقد خاضت بريطانيا الحرب من أجل حماية العالم من خطر الدكتاتوريات على اختلافها، هذا ما ادعت. خاضت حربها العالمية للدفاع عن الحرية، وخاضت حربها الذاتية للدفاع عن الإمبراطورية. خرجت أمريكا وروسيا من الحرب قويتين وتمثلان الدولتين العظميين اللتين ستسيطران على العالم خلال العقود القادمة، وخرجت بريطانيا من الحرب ضعيفة ومفلسة ومدمرة صناعيا. كانت أمريكا في طور الإنشاء، وهذا بمثابة رفض للإمبراطورية البريطانية ل
لكونها قاتلت في حرب الاستقلال. في وقت سابق من الحرب العالمية الثانية، وقعت بريطانيا وأمريكا وثيقة إعلان الأهداف المشتركة للحرب، أو ما عرف بميثاق الأطلسي. غادر تشرشل لمقابلة الرئيس الأمريكي روزفلت على متن سفينة حربية تابعة للأسطول الملكي، وتم التوقيع أمام عدسات الكاميرات العالمية. نص أحد بنود الميثاق على حق جميع الشعوب في اختيار شكل حكوماتها التي تعيش في ظلها. تشرشل الزعيم الإمبراطوري العنيد جادل وغضب وتوعد، ولكن في نهاية الأمر توسل إلى روزفلت كي تستثنى من هذه العبارة الإمبراطورية البريطانية، وبطبيعة الحال لم يستجب الزعيم الأمريكي. وبينما جلس زعماء الدول العظمى حول مائدة مؤتمر الاستراتيجية، كان الأمريكيون دائما في أعلى درجات الشك وأدنى درجات التعاطف عندما أدركوا وجود أجندة خفية لإنقاذ الإمبراطورية بدلا من هزيمة الفاشية. لم تؤمن أمريكا بأن شبابها قاتلوا وماتوا في جزر سليمان من أجل أن يروا البريطانيين يستعيدون مستعمرات جزر المحيط الهادئ. ومما أثار غضب أمريكا لجوء حاكم هونغ كونغ فور تحريره على أيدي الأمريكيين إلى رفع علم الاتحاد وإعادة الوضع الذي كان في المستعمرة البريطانية. نظرت أمريكا إلى نظام عالمي جديد، رأت بأن الهدف هو حماية الصين من الشيوعية. رأت روسيا السوفيتية الجمهوريات الإمبريالية على أنها أعلى درجات الرأسمالية. قتل القيصر الروسي بعد إقصائه عن السلطة. ورثت روسيا السوفيتية طموحات التدخل في الحكم البريطاني للهند. هذه القوة العظمى لم ترى أي مبرر على الإطلاق لدعم الإمبراطورية البريطانية. عام 45 أصبحت أمريكا القوة الأبرز في عالم ما بعد الحرب. الموافقة الأمريكية أصبحت ضرورية لأي سياسة قد ترغب بريطانيا في انتهاجها، وتعني القوة الاقتصادية الأمريكية أن أمريكا تمول بريطانيا وبالتالي الإمبراطورية. أثار استياء أمريكا محاولات الإمبراطورية قبل الحرب لتخريب التجارة الحرة بحماية الإمبراطورية والمطالبة بدخول الأسواق الكبيرة التي عرضتها الإمبراطورية. وعندما انتهت الحرب تدخل الاقتصاد الأمريكي القوي ليحل محل بريطانيا المنهكة، وزود الإمبراطورية ببضائع أكثر عاجزت عنها بريطانيا. أينما ذهب الأمريكيون في العالم فإنهم يقفون دائما على نقيض من البريطانيين. لقد جعلوا الإمبراطورية تبدو مكانا مزدحما قديم الطراز ومغرورا وضعيفا، ورأى العالم أن أمريكا خطت نحو المستقبل. شهدت شوارع لندن المبتلة بالمطر آخر مسيرة حقيقية للإمبراطورية من خلال عرض الانتصار في الحرب العالمية الثانية. كانت حنينا زائفا ومسرحيا للماضي. تلت العرض مسيرات أخرى، إلى أنه وبينما مر الجنود من جميع أنحاء العالم أمام الملك الإمبراطور المسيرة في ذلك اليوم، كانت قوى التاريخ المكبوتة على وشك الانفجار بوجه الإمبراطورية وتغيير حياة جميع سكانها. الحاضر وكما في حياة تشرشل العجوز الذي كان حينها يبلغ 70 من العمر، ستعود الإمبراطورية لتعيش، ولكن